جاهز؟ جاهز. شايفك متوتر يعني قوي. متوتر ايه؟ انا عايز انام. شايف كده؟ ما انت الساعه كام دلوقتي؟ لما تسمع لا انا بعد 12 بفصل. لما تسمع الاسئله دلوقتي هتبقى هادي خالص. عادي والله. بس انا صريح. بس انا بقول لك ما اعتقدش اللي هتبقى هادي في يا باشا. عندي والله ما عندي. بص ما عنديش مشكله ولا على قلبي على لساني والله. اقول لك الحقيقه لو في اي حاجه. تمام. مشيت من البنك الاهلي ليه؟ مشيت من البنك الاهلي عشان انا اشتغلت مع كابتن خالد جلال 3 سنين. ممكن وقت من الاوقات حسيت ان ممكن دوري يعني ما بقاش زي الاول. متهمش؟ لا لا ما وصلتش التهميش يعني. بالاضافه اللي عارف انا ببقى على العلاقه يعني. انا ما يفرقش معايا شغل اكتر من العلاقه يعني. انا مش من النوع اللي انا اخسر حد عشان شغل. انت فاهم قصدي؟ يعني راجل اخسر مين؟ لا يعني الكابتن خالد لما حسيت ان الدنيا مش يعني مش مبسوط يعني. انا ما كنتش مبسوط بصراحه يعني. مع ان هناك ما عنديش مشكله مع حد بس انا ما كنتش مبسوط بالتجربه. فطلبت من الكابتن خالد ان انا يعني اشتغل يعني اقدم استقالتي واشتغل لوحدي وخلاص. بس وممكن كان في بعض يعني بعض الافراد في الجهاز انا ما كنتش من الاول موافق اللي هي كانت تبقى معانا يعني. بسبب ان النهارده انت ممكن بتكون انت اشتغلت في نادي كبير، لعبت على مستوى كويس، معاك مدير فني نفس القصه، فممكن بعض الافراد مين؟ لا مش عايز والله مش عن حاجه. فممكن انت النهارده بتربط من حته وحد تاني بيفكها من حته. تمام. كان في مشكله مع لاعب في البنك الاهلي؟ لا مش مشكله مع لاعب. تتجوز في حقك؟ لا ما حدش يقدر يتجوز. مين ده؟ ولا انا اسف يعني ما تخلقش اللي يقدر. ما فيش حاجه دي خالص. ما حدش يقدر يتجوز في حقي. وانا الماتش كان على الهوا. ماتش ايه؟ كان على الهوا. اللي هو ماتش ايه؟ ماتش سموح. مين اللي اتجوز؟ في لعيب تجوز في حقك؟ ولا والله ولا يقدر. انا خلي بالك الحمد لله معروف عني ان علاقتي باللعيبه كلها كويسه جدا. لكن مفيش تجاوز. محدش يقدر يتجوز في حقك عشان انا خلي بالك بجبر اللي قدامي على احترام. ما هو المشكله اللي بعد قصه الخناقه دي انت مشيت. لا خالص. انا كنت واخد القرار خلي بالك من بدري، وقبلها من شهر كنت مكلم الكابتن خالد، وانا كنت بوصل ان انا رايح التمرين مش مبسوط من يعني مش من حاجه. بس ما انا من نوع ما بحبش يبقاش ليا دور في نادي يعني. بس زعلان من كريم حسن شحاته ليه؟ لا مش زعلان. بس يعني لا والله مش زعلان. هي في الاول والاخر يعني عارف انت ما في بيبقى في ناس كتير بتخش في المواضيع ممكن بتنقل كلام بصوره، وناس بتحب توقع وناس كل حاجه. لكن انا في تقول لنا ايه اللي حصل؟ والله ما حصلش حاجه. انت قاعد على كرسي الاعتراف ليه؟ لا والله ما حصلش حاجه. بس في الاول والاخر انا كنت راجل. خلي بالك كريم لما جه البنك الاهلي ما عدتش يعني اسبوع كنت مشيت من البنك الاهلي يعني. فاهم يعني ما طولناش. ما سندكش في المشكله دي تقصد؟ لا مشكله والله ما في مشكله. والله العظيم انا اللي واخد القرار. وبقول لك قبليها وكابتن خالد حتى قالها في برنامج، قال اللي امير كان طالب قبل كده من شهر اللي هو يمشي، وانا قلت له لا اصبر. وكان الفتره فعلا صعبه وما كانش فيها يعني الدنيا ما كانتش ماشيه. لحد ما قلت له الموضوع بالنسبه لي خلاص اتخنقت يعني. مشيت من نادي الزمالك ليه؟ نادي الزمالك مشيت كان مره حصل الموضوع بتاع كابتن ايمن حافظ. والموضوع ده مش عايز اتكلم فيه خلاص. هو الراجل في الاول والاخر اعتذر لي والموضوع خلص على يعني خلاص ومش عايز اتكلم فيه. بس هي في الاول والاخر جلد انا بحب زي ما قلت لك لما بشتغل في حته ما بحبش يحصل فيها مشاكل، وفي نفس الوقت بتحاول تقفل على لو في مشكله بتحاول تقفل. قربك من بعض القيادات في نادي الزمالك وراء رحيلك برضو ولا عمري لا؟ ما كنت قريب او عمري كنت محسوب على حد. انا شغلي هو اللي اللي يعني يعني هو اللي بيسندني شغلي. لكن انا عمري ما بتحسب على حد ولا عمري ببقى قربي ولا ليا في القصص دي خالص. ومعروف عني كده عامه في اي حته بشتغل فيها اللي انا عندي شخصيه وماليش في. ممكن بيبقاش معايا ارقام تليفونات ناس وماليش انا في القصه. في الافلام اللي بتحصل دي ماليش فيها خالص. منتخبات الناشئين دايما كنت مع كابتن حسن بيضمك، اما مسك الفريق الاول ما رحتش معاه؟ لا رحت معاه. لكن انا في يوم كان في ماتش انا قلتها قبل كده، كان عندنا ماتش مع تشاد وكنت انا محترف في تركيا ساعتها، وجيت ولقيت نفسي بره ال 18. طبعا هو كابتن حسن كان معذور ساعتها اللي برده كان واخد 2006 ومعاه نجوم كبيره وعشان تلعب كانت بيبقى موضوع صعب. فانا ساعتها يعني اتضايقت اللي انا جيت بالطيران، وكنت ساعتها انا بلعب في نادي في انقره وطرت من انقره لاسطنبول ومن اسطنبول رحت جاي هنا، فكانت بهدله. وفي الاخر تلاقي نفسك بره ال 18. فالموضوع
بالنسبه لي كان يعني زعلت وكده، وقلت له يا كابتن حسن لو انا مش في الصوره ما مش عايز اجي. حصل خلافات بين وردك الله يرحمه وكابتن حسن؟ لا لا خالص 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 والله، لا بالعكس. هو خلي بالك كابتن حسن يعني من يعني حتى باي مناسبه او اي حاجه الحمد لله بكلمه، حتى بعد وفاه والدي كلمني وقال لي اي حاجه. لا الاول بص يا كابتن شادي، البني ادم المحترم اللي بيفصل شغلك عن علاقات الانسانيه بالظبط، فاهمني؟ لكن انا مش من النوعيات اللي انت ممكن اكون زعلان منك عشان شغلي فاخسرك وبتاع، لا بالعكس. كابتن حسن قيمه وقامه وبحترمه ويعني راجل. السؤال اللي جاي لازم تقول في الحقيقه. انا بقول انت مكسر الدنيا انت وشيكابالا في اليونان. حلو، رجعت ليه؟ عشان غبي. انا بقول لك اهو، شوف انا صريح. اه والله، اه والله، انا بقول لك وشيكابالا. انا بقول لك، هي بص، هي الكوره قرارات، هي الكوره قرارات. انت ساعات وانت بتلعب خدت قرار صح وقرار غلط. هي كان قرار. كنت غبي ليه؟ غبي عشان انا كنت لازم اكمل، والناس ضغطوا عليا في اليونان اللي انا لازم اطلع على السعوديه ساعتها عشان النادي كان فيه ازمه في الفلوس وبتاع، وكان مبلغ بالنسبه لهم كويس هيفك ازمه ساعتها وبتاع، وضغطوا عليا. بس انا كنت لازم اقعد اكتر، لو كنت قعدت سنه كمان كنت ممكن ابقى في حته كويسه. بس هي كوره كده. انت ساعد. سبحان الله، السنه دي كنت مكسر الدنيا طبعا انت وشيكابالا. مش الحمد لله. اه شيكابالا رجع ليه؟ شيكابالا كان رجع عشان كان عنده ظروف تقريبا اللي هي التجنيد تقريبا، يعني كان عنده فعلا كده، هو رجع كان اجازه وما عرفش يسافر يعني. ده التوقيت اللي قالوا فيه هيروح الاهلي وكده؟ اه تقريبا. تقريبا. كنت انت تعرف اللي هو رايح؟ لا والله خالص. يعني ما كنتش اعرف اي حاجه، وانا خلي بالك انا سافرت قبليه هناك وكملت، لكن هو برضو لو كان كمل كان ممكن يبقى في حته ثانيه بصراحه. التوقيت ده انا قلت تاني هرجع اقول لك كنت مكسر الدنيا، الاهلي كلمك برضو؟ لا لا ما مفتيش يعني، ما بحبش انا الفتي في الحاجات دي يعني. هو مره بس العمده صلاح السعداني. كان عندنا ماتش افتكر برجوي في اسكندريه، وعملت ماتش كويس قوي، وكلم والدي كنا راجعين على الطريق الصحراوي، عزمي والواد ويجي الاهلي وبتاع، خدها بتهريجه بس. هي دي اللي انت بتقول لي هتبقى. قول قول. ما انت كفايه. ده انا عايز اسخن، عايز اسخن. ما انت المشكله ما بتقولش كل حاجه. لا والله والله العظيم. ليه مش عارف يعني في المشكله بتاعت البنك الاهلي؟ انا مش عايز والله. لا 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 قول. لا قول. انا ما عنديش مشكله مع في لعيب تجاوز في حقك. والله ولا لعيب. مين ده؟ في لعيب تجاوز في حقك. انا احلف لك بايه؟ والله العظيم والله العظيم ما يستجرى ولا حد يقدر يعمل كده. انت بتتكلم فيه. وانا محمود قعود ما تجاوزش؟ لا 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 لا. متاكد؟ ما خلي بالك قعود محترم جدا. وخلي بالك بقول لك على حاجه، اصلا ما كنتش موجود الماتش ده. ايه رايك؟ حد عارف ان انا ما كنتش موجود الماتش ده؟ ما تعرفش؟ ما اعرفش. ما كنتش موجود في المدرجات. بس هو في لعيب عايز اقولها لك ايه؟ قولها زي ما هي. في لعيب يعني لو هو متسلط على نفسه يعني ده سبب البرجله اللي بتحصل السنه اللي فاتت والسنه دي. يعني ملوش دور يعني متحج اللي انا حاسه يعني متحج. لكن اما تبقى بص اما تبقى لعيب على اتصال على طول يعني انا ما بحبش اللعيب اللي بعرف انت مع ارقام ويقعد يلف ويتكلم حاجه يعني مستوى عارف انت ما مستوى انت ما شفتوش قبل كده. انت فاهمني؟ لكن انا بعذر ممكن اللعيبه دي اللي هي برده ما لعبتش منتخبات وما لعبش بتاعه، وبرده بعض المسؤولين ممكن بتبقى فرحانه باللعيب ده بيكلمه او كده. احمد علي مشي ليه؟ ما كنتش اعرف. احمد علي مشي بعد الموسم بس تقريبا مشي ما اعرفش. ما خلي بالك انا ما بمشي من مكان ما بتابعش يعني ما بدورش ورا مشي ليه وقعد ليه يعني علاقتي بالبنك الاهلي دلوقتي كابتن خالد جلال ازيك عامل ايه كلمني مبروك كذا السلام عليكم وعليكم السلام يعني على علاقه بيه. لكن انا بقى اقعد اشوف الفرقه دي وبتاع ما مش فاضي يعني. لو انت موجود في الزمالك وده اخر سؤال مدرب كان في لعيبه بتتحكم ان المدرب يمشي ومدرب يقعد؟ لا 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 مفيش الكلام ده. في اوضه اللبس مفيش الكلام ده. لا 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 مفيش الكلام ده. امال ليه بيخرج للاعلام الكلام ده؟ ممكن بقى الله اعلم. لكن مفيش الكلام ده ومفيش مين اللي اللعيب يتحكم ومين اللي الاداره تسمح يتحكم وليه بنسمع الكلام ده في الزمالك بس وبتسمع. لا مفيش الكلام ده خالص ولا اي حاجه من دي صدقني والله العظيم. لكن هي في الاول والاخر اللي بيتصدر ممكن الكلام ده لكن ما فيش الكلام ده. بالعكس اللعيب لعيب. بص لما مشي كان وعدك ياخدك معاه؟ لا لا ما فيش. خلي بالك ما فيش. ما هو زي ما جه ما بياخد. ما فيش يقول لك المدرب بياخد. طب المشكله ما مانويل جوزيه خد الكابتن احمد نيه؟ دي بتبقى مدربين حراس ممكن. لكن تاخد مدرب وبتاع. هو الناس اللي بتيجي الاجانب المدربين المحترمين بيجوا بالاستاف بتاعهم اللي بيشتغلوا بيه في كل حته. لكن ما فيش مدرب هيجي مصر يعني ما خدش كابتن حسام بدري معاه ليه؟ انت فاهم قصدي؟ مين هيفوز بالدوري السنه دي؟ صعبه. صعبه. لا صعبه. صعبه والله. يا مين؟ والله صعب. ما انا ممكن اقول لك الزمالك مثلا
ممكن اقول لك، لكن المنافسه انا بقول لك المنافسه زمالك اهلي بيراميدز السنه دي. بيراميدز رغم التعادل امبارح لكن فرقه محترمه. طب ليه ما قلتش الزمالك؟ انا بقول لك ممكن اهلي زمالك بيراميدز الثلاثه شغالين كويس، وفي فرقه زي فيوتشر مثلا لو كملت ممكن هتخش المنافسه. الدوري السنه دي صعب. ليه برضو ما قلتش الزمالك الاهلي بيراميدز؟ قلت الاهلي. طب بيراميدز زمالك اهلي عادي والله. امير شرفتني ونورتني.